في تاريخ 3/1 كلش قريب. اسم السجين أحمد العرب. الله يفرج عنا وعن جميع المساجين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وبدايتها ألا أيها النمر حان الوداع ومنا سلام على الشرفاء. نم هادئ العين رمز الفدا سنبقى لروحك نحو الوفا. أيا شوكة الحق في حلقهم ويا بلسم الجرح للضعفاء. يظنون موتك يعني الجمود يظنون موتك يعني الجمود وأن جهادك يمضي هبا. أما سمعوا عن ذبيح الطفو أما علموا كيف تسمو الدماء. ألم يحك تاريخهم قصة لنصر المذابيح في كربلاء. نعم خسئوا وخسئ موتهم وكل عداهم سيبنى خوا. فها أنت ذا تقتدي نينوى وإنا على نهجكم بالإبا. سنصرخ يا مدرك الثأر قم سنصرخ يا مدرك الثأر قم لثارات دم الشهيد النداء. أيا صاحب الأمر ضاق الفضا فلول النواصب عاد العدا. أعادوا الثلاثة في حقدهم وفيهم أمية رمز البغاء. ستبقى ستبقى على زند ناد السيوف نحاربهم ما يدوم البقاء. نعم إننا مثل طود أصم ومعشر حزب ومعشر حزب لرب السماء. وإنا على الحق لن ننثني فساع بحرب وساع عزاء. فما هو عيب رثاء البطل فقد علمتنا الطفوف البكاء. فما هو ضر شهيد النمر يذوق الممات مذاق العسل. وحاشا بأن نهمي دمع المقل على الموت هيهات نبكي الفنا. وإن الدموع لنا ثورة ستسقط جل رموز الشقا. ولكن تقريح هذه الجفون لفقد عميد من النبلاء. فكم تؤلم القلب فرق الحبيب وكم هو صعب ذهاب البهاء. ربيع بنا قد غدا مأتما وصار لياليه تحكي البلاء. ربيع بنا قد غدا مأتما وصارت لياليه تحكي البلاء. فنجم لمذهبنا قد أفل وأطفأ قنديله والسنا. وبتنا ننادي أيا شيخنا أجبنا لما كل هذا الجفا. فأنعم جوابا فقد هدنا وأقسم أظهرنا ذا القضاء. نعم قد تيتم كل شريف وبتنا عرايا بدون ردا. ألا أيها النمر حان الوداع ألا أيها النمر حان الوداع. ومنا سلام على الشرفاء ومنا سلام على الشرفاء. صلوات على محمد وآل محمد.